بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نقوم بالتعرف على كيفية ضبط حجم الصوت بشكل دقيق انطلاقا من قائمة فافوري. أولا نقوم بإدراج ملف صوتي، مثلا سنأخذ هذا الملف الصوتي. تلاحظون في التمثيل المبياني لهذا الملف الصوتي بأن وسع الموجات الصوتية كبير جدا، مما يعني أن حجم الصوت مرتفع. سنقوم بالاستماع إلى الملف الصوتي. تلاحظون بأن هذه المستطيلات أصبحت باللون الأحمر، فهذا يدل على أن حجم الصوت مرتفع. نعم، نريد أن نضبط حجم الصوت لكن بشكل دقيق. ما معنى ذلك؟ قمنا في الدروس السابقة بالتعرف على كيفية ضبط حجم الصوت انطلاقا من هذه الأيقونة، يعني بالضغط عليها وإزاحتها إلى الأسفل ثم إلى الأعلى حتى نضبط حجم الصوت الذي نرغب فيه. لكن هناك طريقة تمكننا من ضبط حجم الصوت بشكل دقيق جدا، مثلا أن نعطيه النسبة التي نود ألا يتعداها الحجم، حجم الصوت، أو النسبة التي يبقى عليها حجم الصوت ثابتا. فلفعل ذلك أولا أقوم بإلغاء ما قمت به آنفا. فمثلا نريد أن يكون حجم الصوت المرتفع ثابتا في النسبة ناقص 0.1 ديسيبال، وهي هذه النسبة التي تتعدى نسبة ناقص 3 ديسيبال. نقوم بتضليل الملف أو نتركه هكذا، ثم نذهب إلى قائمة فافوري، ثم نختار الأمر ليميت فيكس أ موان 0.1 ديسيبال، نضغط عليها فيعطينا صوتا ثابتا كما تلاحظون هنا، يعني صوت ثابت في هذه النسبة ناقص 0.1 ديسيبال. وهي نسبة عالية كذلك، نقوم بإلغائها. إمكانية أخرى وهي نورماليزي أ موان 0.1 ديسيبال، وهذا يعني أن أعلى نقطة في الموجة الصوتية لا تتعدى هذه النسبة. سنقوم بالضغط عليها. نعم، فإن أعلى نقطة لا تتعدى الشدة ناقص 0.1 ديسيبل، وهذا هو الصوت المطلوب. أحلامك أنوار تسمو وجرحك أفراح وحنين. نعم، هناك إمكانية ثالثة وهي نورماليزي أ موان 3 ديسيبل، كذلك هذا يجعل أعلى نقطة في الموجة الصوتية لا تتعدى النسبة ناقص 3 ديسيبل، وهي هذه، يعني أعلى نقطة لا تتعدى النسبة ناقص 3 ديسيبل. نعم، الآن سنقوم بإدراج مجموعة من الملفات الصوتية التي تحتوي على أحجام صوت مختلفة، ونريد أن نقارن بين تلك الأحجام ونضبطها على حجم واحد. فمثلا نريد أن نقوم بحرق مجموعة من الملفات الصوتية في قرص مرن صوتي، فنريد أن تكون تلك الأصوات وتلك الأحجام للأصوات تكون في مستوى واحد. فربما قد استمعتم من قبل إلى شريط سمعي يحتوي مثلا على مجموعة من الأناشيد، وكل نشيد مثلا له صوت معين. النشيد الأول مثلا له حجم صوت مرتفع، ثم يأتي بعده النشيد الثاني له صوت منخفض، ثم يأتي بعده نشيد ثالث له صوت كذلك مرتفع أو منخفض شيئا ما. فذلك لا يعطينا اتساقا ولا يعطينا رغبة للاستماع إلى ذلك الشريط، لأن حجم الصوت فيه لا يكون متناسقا ولا يكون على مستوى واحد. فهنا بواسطة البرنامج أدوب أوديسيون يمكننا من مقارنة أحجام الصوت لمجموعة من الملفات الصوتية، ثم يقوم بموازنتها وجعل الصوت فيها على نسبة
واحدة. سنقوم بإدراج مجموعة من الملفات الصوتية. مثلا لدينا هذه المجموعة، سندرجها. نعم، مثلا هذا النشيد الأخير له صوت مرتفع، النشيد الذي قبله تلاحظون بأن صوته ضعيف جدا، النشيد الذي قبله كذلك له صوت تقريبا في المستوى العادي، والنشيد الذي في الأعلى كذلك صوته منخفض. سوف نقوم بمقارنة هذه الأصوات أو هذه الأحجام لهذه الأصوات، ثم نقوم بموازنتها وجعلها على مستوى واحد. كيف نقوم بذلك؟ نضغط على قائمة فنتر، ثم نختار الأمر أجستي لو فوليم. نعم، في هذه النافذة نقوم بسحب هذه المجموعة إليها. نعم، يقوم البرنامج بالمقارنة فيما بينها، وإذا لم يقم بالمقارنة بشكل أوتوماتيكي فيمكننا الضغط على هذه الأيقونة حتى يقوم بالتعرف على أحجام هذه الملفات الصوتية. فهنا كما تلاحظون أحجام صوت مختلفة بالنسبة لهذا الأول، له ناقص 11.82 ديسيبل، وهذا له ناقص 1.98 ديسيبل، يعني له صوت عالي جدا، وهذا له حجم صوت ناقص 16.47 ديسيبل، يعني صوت منخفض جدا، وبالنسبة لهذا 2.02 ديسيبل وهو صوت عالي جدا. سنقوم بجعل هذه الأحجام في مستوى واحد نحدده، مثلا نقوم بالضغط هنا ونكتب ناقص 1 ديسيبل، ثم نقوم بالضغط على الزر أجستي لو فوليم، فيقوم البرنامج بجعل الأحجام الصوت في نسبة واحدة وهي ناقص 1 ديسيبل كما تظهر هنا في وسع الموجات الصوتية. بعد ذلك نقوم بإغلاق هذه النافذة، وتلاحظون بأن الأصوات أصبحت كلها في مستوى واحد. نعم، بالتالي يمكننا أن نقوم بحرقها على قرص مرن خاص بالصوت حتى نستمع إليها وهي في حجم واحد للصوت. إذن هذا درس بسيط يمكننا من تعديل أحجام الصوت بدقة متناهية. فنترككم إلى دروس لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.